يا صلاة الزين صلاة الزين على بنت اليوم يا صلاة الزين صلاة الزين يا صلاة الزين على بنت اليوم صلاة الزين عزيزة عزبة لسه عزبة وعمرها 30 وأهاليها جماعة مستورين بس مناخيرها كتير مرفوعين وما بتاخد إلا مزنجل عنده قصرين وطنبين زين يا صلاة الزين على بنت اليوم صلاة الزين صلاة الزين صلاة الزين على بنت اليوم يا صلاة الزين صلاة عزيزة بتقرا تقرا عربي والفرنشي كمان وشهاداتها غطوا الحيطان وما طلبوا ايد العرسان يا خسارة بتعرف كل شي بس ما بتعرف تقلي بيضتين يا صلاة الزين على بنت اليوم صلاة الزين يا مداحين يا مداحين يا مداحين يا مداحين قولوا على عزيزة بنت السلطان يا صلاة الزين على الحلوين يا صلاة الزين عزيزة حرة آخر مرة حبت ممدوح وعلى علمي كان قبله صفوح يا أخي باب قلبه على طول مفتوح وما بتفرق داخل أسعد طالع أحمد راجع حسنين يا صلاة الزين على بنت اليوم صلاة الزين صلاة الزين صلاة الزين على بنت اليوم يا صلاة الزين يا صلاة الزين صلاة الزين على بنت اليوم يا صلاة الزين مساء الخير مشاهدينا يا صلاة الزين وليلة أكيد سعيدة وجميلة بأغاني وجملة أغاني مع ضيفنا خلوني أرحب بضيفنا لليوم وبزميلتي كمان اللي حترافقني بحلقة اليوم وبكل حلقات البرنامج يسعد مساك أكرم ويسعد مساء جميع مشاهدينا في برنامجكم المميز سهرة فلسطينية مثل ما دائما عودناكم ضيف جديد وحلقة جديدة وسهرة جديدة اليوم رح يرافقنا طبعا الضيف خليل أبو نيكولا يسعد مساك يسعد مساك وحبايبي يسعد مساء جميع المشاهدين تحياتي لكم يا هلا فيك شرفتنا الله يخليك وحبيبي بالبداية يعني مش حنحكي لك أكثر منه أهلا وسهلا فيك وشرفت جامعة النجاح وفضائية النجاح ومدينة نابلس أكيد شرف طبعاً لإلي شرف لإلي وطبعاً أنا مش حاسس إنه ضيف أنا في بيتي أكيد أنت صاحب بيت الله يخليك وحبيبي يعني إحنا دائماً في برنامج سهرة فلسطينية منحب نحسس الضيف بالجو العائلي يعني أنت منا وفينا ضيف عزيز جداً علينا أكيد أكيد هذا الأمل وهيك بحس عن جد هيك بشعر جامعة النجاح ومدينة نابلس يعني ومدينة الناصري أكيد طبعاً يعني بلدنا واحدة وضيوفنا واحدة وخلينا نحكي إحنا كلنا شعب واحد هذا أكيد بالبداية قبل أي شيء حابين نعرف مين خليل أبو نيكولا من خليل؟ خليل أبو نيكولا نصراوي المولد وفلسطيني طبعاً الهوية أنا خلقت في بيت فن من الطرفين من طرف الوالد ومن طرف الوالدي الوالد مطرب وعازف عود وصاحب فرقة موسيقية سابقا الوالدي عازفة عود وتملك صوت جميل جدا
ملحوظة إنه هي بالأساس الوالدي اللي علمتني عزف العود. ساعدتني طبعا في بداية طريقي بيجي العشر سنين في البيت في العزف على العود، وطبعا إخوالي أعمامي الموسيقيين، فكان يعني والصوت طبعا الموهبة من الله، فكان طبيعي إنه أخلق وأعيش في هذا الجو. ترعرعت وبعد التخرج من المدرسة الثانوية توجهت للغناء وبنيت لنفسي أول فرقة موسيقية، شكلت فرقة موسيقية وبدأت طبعا أشارك في الحفلات الأعراس ومن ثم إلى مهرجانات في الداخل وفي كل العالم العربي وأوروبا وأمريكا. طبعا زي ما كمان قلت إنه حتى في البيت الإخوة والأخوات واليوم أولادي كلهم في مجال الموسيقى. حلو. فتجري في الدم في العروق. أكيد. كان لي طبعا عديد كمان من الأعمال الخاصة و المحلية والمهمة والمشاركات في المهرجانات الهامة موسيقيا يعني في العالم. شاركت خلينا نحكي محليا وعربيا وعالميا. لا شك طبعا. كثير حلو. طب شوف هحكي لك شغلي، انه احنا دائما كل فنانيننا بالبداية بدوا من المدرسة. صحيح. من الإذاعة المدرسية. هذا شيء طبيعي. حابة تكون البداية مع غير، يعني كونك مسيحي مع احترامنا وتحيتنا لكل الديانات. احكي لنا شوي عن القداس. خلي يعني رجاء أن تكون بداياتك من القداس. لا ما بعدتش يعني طبعا بداية أنه بالصفوف الأولى الابتدائية الأولى اكتشفني طبعا غير أنه في البيت الوالد والوالدي، أنه اكتشفني أحد الأساتذة في المدرسة بالصف الرابع أو حتى قبل هيك بالثالث، فأصبحت المنشد الرئيسي في المدرسة. حلو. بصف رابع اكتشفني أستاذ تاني اللي هو كان مدير الجوكة أو الخورس في الكنيسة، فكنت أول سنة عنده بفوت على الصف أول يوم على أولاد الصف، قول آه قول آه سمعني صوتك قول آه، أجا عندي أنت وقف على جنب. ليه يا حبيبي شو عملت لك؟ قال من بكرة أنت على تمارين الخورس والجوكة. وبالفعل يعني ما مرق بعد سنة كنت أنا المنشد الرئيسي في الجوكة الكنيسي والسولان، وبقيت على هالحال لا خرجت من المدرسة وصرت شاب. ظروف الحياة طبعا أبعدتنا شوي صغيرة، لكن بهاي الفترة واحدة من يعني الأسباب انتشار اسمي والناس تعرفني على الأقل في الناصري والمنطقة هي ظهوري في المناسبات الكنسية والدينية في يعني الكنيسة من خلال الجوكة. خلينا نحكي بالضبط، يعني هاي واحدة من أهم الأسباب. وطبعا بوجه تحية للأستاذ جيري خميس اللي هو كان له الفضل بهذا الموضوع، بالإضافة لكوني في الجوكة في كل المناسبات الدينية والطقوس الكنسية. كمان زي ما كنت ذكرت لك انه الوالد كان مطرب وصاحب فرقة موسيقية يعني ويشارك بالضبط، فكان يشارك في العديد من الأعراس في كل مدن البلاد. من جيل 10 سنين 11 سنة بدأت أرافقه في الحفلات والأعراس، فكان يعني الإشي خطين متوازيات ماشيات مع بعض. يعني من حكيك ومشاركتك في الجوقة أو إلى آخره من العديد من المهرجانات، قصة نجاحك يعني مبهرة، لا زالت إنه أنت عم تنجح ونجحت. فبس أحيانا نحكي بأنه النجاح هذا إله ضريبة بخصوص الفنان الفلسطيني. إيش هي الضريبة اللي أنت دفعتها تجاه الشهرة وكمان النجاح هذا؟ لا شك كل فنان يدفع ثمن ثمن الشهرة وثمن يعني بداية من تعب جهده من سهره من تضحياته من حرمانه من الحياة الاجتماعية اللي الناس الطبيعية العادية ممكن تتمتع فيها الفنان ممكن يحرم منها، حتى على صعيد الحياة الزوجية كذلك الأمر يعني على صعيد البيت والأولاد. سابقا أيام العزوبية حتى الإخوة والأهل ما كناش نلتقي زي ما لازم، أنا بنام بالنهار أو مسافر
ما في بالليل عكس العالم يعني الطبيعي. كان عندك صعوبة بأنك تنظم وقتك بين شغلك من وفنك وعائلتك؟ هاي من جهة وما زالت لا يعني أنه مش أنها مش منظمة هي صعوبة وطبعا هي صح هي ضريبة زي ما تفضلتي بندفعها كل فنان بدفعها على حساب النجاح والشهرة. كذلك الأمر يعني الفنان زي ما بتعرفوا بيكون دائما عليه سبوت صح. عليه إضاءة أكيد الأنظار عليك الأنظار عليه فبيصبح مقيد في تصرفه في أي كلمة محسوبة عليه في كل حركة محسوبة عليه وممكن تفسر بمعاني مسيئة أو غلط أو يعني بحط أنظار أي شيء محسوب عليه يعني طبيعي غلطة بأي فلذلك يعني في أنواع من التقييد أو يعني أشكال من التقييد للفنان في كل مراسيم حياته بخلال النهار أو على مدار حياته الفني إن كان في ظهوره أو في حياته العادية اليومية الخاصة. يعني زي ما أحيانا بنحس بأنه أي شخص فنان أو شخصية عامة بنقدر نحكي بتحس حياته بتبطل ملكه بالزبط. يعني زي ما بنحكي بسبب الظهور الإعلامي أو الفني صحيح. بتصير حياته ملك الأشخاص الثانية صحيح لحد كبير. لحد كبير يعني بحاول الفنان أو أنا شخصيا ممكن أحاول يعني أفصل ما بين هاي الموضوعين بين حياتي الشخصية وحياتي المهنية أو الفنية لكن في نقطة معينة لابد من التقاطع لابد من الالتقاء ففي صعوبة كبيرة جدا يعني بشدك الحنين للحياة الأسرية لحياتك اللي أنت انحرمت منها. خلينا نحكي يعني لو أنا فنان تمام وبدي أوازن بين حياتي الشخصية وحياتي المهنية إيش أفضل إشي ممكن أو يعني أفضل طريق حاولت أنك تسلكه؟ يعني زي ما تفضلت ما في خطة معينة أو طريق معبد سهل بده يكون إشي على حساب إشي يعني علشان ألتقي أنا مع أولادي أو مضطر أفيق بكير وهذا إشي صعب جدا أو إذا صاروا أني فيق بكير ممكن يكونوا هنا بالمدرسة مثلا أو خارج البيت فهالساعات مهما حاولت ساعات اللقاء فبتصبح نادرة جدا يعني راح تضحي بإشي على حساب إشي. طب لو قللت عدد الحفلات خلينا نحكي هنا مش حل مثلا يعني شوف أول إشي يعني ما حدا بوقف بطريق النجاح ولا حدا برفض النجاح من جهة ومن جهة تاني يعني زي ما الجميع بيعرف الحفلات هي مصدر دخلنا مصدر رزقنا وما بينفع أرفض دعوة من ناس بتحبني أو طالبني بالاسم وموجهة دعوة أو على صعيد الشخصي أو للمهرجانات ومؤسسات فكمان فيه نوع من الاحترام يعني لما هني طالبيني فإذا هني محترميني أكيد يعني حيكون في خليل فلذلك ما بينفع طب إيش رأيك أرفض خلينا عشان ما يعني نطول على المشاهدين لأنه نسمعهم كمان إشي نرجع نسمع كمان مرة من عيوني
بحبك قد عليا حتى اكتر منها شويه بحبك قد عليا حتى اكتر منها شويه اسال انت وحل فرا على طول هتقول لك هي قال انت وحل فرا على طول هتقول لك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي ما يقول العزاء. كثير حلو يعني. طب استاذ خليل حبيبي احنا حكينا شوي عنك سريعا, نيجي للتفصيل, ايش انت انجزت على صعيدك الشخصي, على صعيد على اعمالك, حياتك الشخصيه؟ على الصعيد الفني يعني بقول الحمد لله كان في لي العديد من المشاركات في أهم مهرجانات الموسيقى العربية في العالم العربي, يعني بدون تفاصيل كتير, دار الأوبرا, مؤتمر الموسيقى العربي في دار الأوبرا, وطبعا في دار الأوبرا كمان العديد من المشاركات والمهرجانات في مصر, في القاهرة, كمان بمناسبة فعاليات رمضان وغيرها من الفعاليات على عدة سنوات, مدار عدة سنوات, مهرجان جراش أكثر من مرة, مهرجان قرطاج, وفي تونس كمان مهرجان تونس, وفي المغرب العديد من المهرجانات على مدار عديد سنوات. في واحدة من أهم المشاركات في معهد العالم العربي في باريس, كذلك الأمر في العديد من الدول العربية وأوروبا وأمريكا وكندا حلو. يعني من الواضح أنه الإنجازات تطول والحديث يطول, يعني صعب تعدادها. في فلسطين العديد من المهرجانات, سباستيا, رام الله, الليالي, الصيف, جامعة النجاح, يعني لافف الدنيا بصوتك أكثر من مرة والحمد لله. هاي طبعا هذا كله يضاف لأرشيفي, وهذا شرف لي المشاركات هاي, وبتشرف كل فنان, بتهم حل. كل فنان انه يصل هالمهرجانات. طيب ايش رايك نحكي هون برصيدك؟ اكيد مش رصيد البنك يعني, الله يبارك لك, اللهم لا حسد. حنحكي برصيدك بالاغاني بالاعمال. نعم. كم تقريبا يعني, خلينا نحكي كم كليب, كم اغنيه الى نعم اغاني خاصه طبعا يعني ما يفوق ال 30 40 صار سابع عد, اللي طبعا العديد من المشاركات كمان في مسرحيات غنائيه, في سكتشات, في بشارك برافق فرقه الموال النصرويه اذا سامعين عنها من سنه ال 84 في اعمالها المسرحيه والراقصه, رقص وغناء, العديد من الأعمال الراقية مع الفرقة, مع فرقة موال, وطبعا مع يعني في مسارح أخرى, اللي زي ما كنت قلت لك خطين متوازيات ماشي في حياتي, اللي منها خط الأعراس والأفراح وما هنالك, وبالمقابل الخط الفن لأجل الفن, مسارح وعروض وأعمال خاصة, إنجازات خاصة, عديد من الأغاني الخاصة, منها الفلكلوري أو التراثي, ومنها الجديد اللي لحن وكتب ولحن ووزع كمان خصيصا لإلي. يعني هالرصيد أغلبه أو قسم كبير منه موجود, بتلاقيه في اليوتيوب وفي شبكات التواصل الاجتماعي لا شك, والإذاعات والتلفزيونات كمان أكيد. وواحدة كمان من الشغلات الهامة اللي بعتبرها مهمة في حياتي وخطوات الفن بطريق الفن, هي إنجاز ما يسمى اتحاد الفنانين والموسيقيين العرب في لبنان, اللي هو
يعني كنت أنا عضو رئيسي أو مؤسس رئيسي من بداية تأسيس هذا الاتحاد بالمشاركة والتعاون مع طبعا عدد من زملائي الفنانين كمان نقيب الفنانين هون بالداخل سمير أبو فارس الفنان الزميل سمير أبو فارس طبعا وتحية طبعا لكل الأعضاء وكل الفنانين اللي انضموا أو بطريقه للانضمام او اللي ما سمعوا كمان يسمعوا يعرفوا. اه يعني بما انه جبنا سيره الفنانين الفلسطينيين ايش بتحس بانه انت بتقدم إشي مميز عن الاخرين خصوص انه عندنا بالمئات والالاف من الفنانين الفلسطينيين سواء محليا او دوليا او حتى عالميا برا بيغنوا، فايش بتحس انه خليل قدم إشي مميز وخاص فيه؟ طبعا شعور جميل جدا وبشعر فيه لما بلتقي مع فنانين أو حتى مع الناس والمسؤولين اللي بقدموا هذا احترام أو تقدير، مجرد هذا الشعور بالتقدير والاحترام هو هذا الثمن اللي أنا بستناه، مش الثمن المادي من تعبي أو جهدي أو كل ما بقدمه. التقدير والاحترام هذا هو اللي بستناه الفنان طبعا. صح أكيد. فالحمد لله أينما تواجدت في البلاد وخارج البلاد أجد هذا الاحترام والتقدير. وطبعا واحدة من أهم صفات الفنان هي التواضع. المفروض يعني طبعا هاي نصيحة بقدمها لكل الفنانين الشباب واللي بعدهم في بداية طريقهم، النصيحة كتير مهمة بالإضافة للعلم و النجاحات والشهرة وكل ما هنالك، أهم شيء التواضع لأنه هو اللي بيطول عمر الفنان. غير هيك بأثر عمر الفنان. صح، مثل مرة قرأت أنه الغرور مقبرة الفنان، يعني عن جد التواضع هو برضو من الشيء اللي كتير لازم يعني تكون موجودة عندنا وكمان الفنان التواضع أحد تواضع أيوة. نجاح. صحيح. بس أنا هحكي لك هنا شوي كمان الغرور أحيانا نجاح بس مش الغرور بمعناه المطلق. يعني نحكي الإيمان بالنفس، الثقة بالنفس، الثقة بالنفس موضوع تاني. موضوع تاني. خليل أبو ناكولا تمام. نعم. ممكن عندك غرور بطريقة عرضك للأغنية، مش الغرور البحت هون. أكيد. نحكي بطريقة أدائك. أكيد. بروحك ما بكون مغرور لما بلتقي أنا وأكرم في لقاء أو في حديث بأربع عينين. أوكي. غرور بمعنى أقدم الأغنية أعطيها حقها وأكون حاببها وبفرضها ساعتها بهذا الوضع، بفرضها على الجمهور يسمعها ويتقبلها. في مصطلح على موضوع غرور العرب مر عليك أنه الإنسان عنده عرب بينغر فيها فبروح لأغاني نحكي لا ما أما يعني أنا مش مؤمن كتير في هذا المعنى لأنه هذا ممكن يؤذي صاحبه. بالضبط. هون الغرور فني، هون الغرور المؤذي على الصعيد الفني. يعني اصلا الفنان او المطرب اللي عنده هاي الموهبه اللي من الربانيه الامكانيه العرب والتصرف والتحكم بالصوت يعني ان استعملها في اكثر من محل او زياده صارت مضره وصارت منفره اكثر ما هي. على موضوع التواضع كان رحمة الله عليه الفنان العراقي الكبير منير بشير كان أعطاني مثل وحكمة وحتى أنها موجودة في أحد كتبه اللي كتبها. قال لي يعني يا خليل طيارة الجامبو شوف ما شاء الله مع كبارها وهي جنب وانت جنبها قريب عليها إلها أول ما لآخر ضخمة كتير لكن كل ما بعدت وعليت عن الأرض وعليت عن عينك تصغر في عينك. فكل ما بعدت تصغر بعين الناس، كل ما قربت كل ما كبرت. برضو ما ننسى بأنه زي ما بنحكي أنه بلغتنا الشعبية العامية أنه الجمهور زي ما طلعك مرة واحدة قادر أنه ينزلك مرة أكيد واحدة. أكيد. صح؟ طبعا طبعا. ما طير طير وارتفع إلا طيب إيش رأيك أنه نحلك بجو الأغنية ونسمع الناس إشي جديد؟ من عيوني على راس تكرمه. يلا
مسكوت إذا ما سقيته شوي شوي اللي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت غرامك بعدك بتخبي وتاركني عم دوق الغربي غرامك بعدك بتخبي وتاركني عم دوق الغربي عم موت قلبي يا قلبي لا تفهم بصوت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت عم تطلع مني وساكرني وعارفني ما بشيلك مني عم تطلع مني وساكرني وعارفني ما بشيلك مني ما بدي جني علشني من دونك ما بفوت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت رائع أستاذنا حبيبي الله يخليك أستاذنا احنا كنا بموضوع نقابة الفنانين إيش فعاليات نقابة الفنانين بالداخل وإيش نشاطاتها وطبيعة مشاركتها يعني خلينا نحكي بجو الحفلات أو جو الفن نعم. بالداخل يعني أولا بحب أنوه أنه النقابة أو ما زلنا منقدرش نسميها نقابة يعني اسمها تحديدا اليوم اتحاد الفنانين الاتحاد العام للفنانين نعم. التشكيليين فيعني النقابة هي مرحلة قادمة بعد ما وصلناش لمرحلة نقابة كفعالية وك يعني قانونا لكن في خطة خلينا نحكي لها صح في آلية العمل يعني بالضبط فاليوم الاتحاد هذا أقيم من أكثر من 20 سنة تأسس حلو لكن الأسباب عديدة بديش أفوت إسا بتفاصيلها ضل خامل ومجمد حافظنا على الاتحاد قانونياً كرسميا في الوزارات والمؤسسات لكنه ما هو فعل لحد السنة الماضية يعني من 6 أشهر مش أكثر وصلنا لمرحلة إنه لازم صار الوقت صحيح مش مهم شو الأسباب لازم لازم تمشي فاتحدنا عدد من الفنانين والمطربين الكبار قيمة وسنا ومن جميعهم وطبعا يعني بالمناسبة بوجه تحية لسيد والفنان زميل سمير أبو فارس رئيس الاتحاد والأعضاء الزملاء الفنان عصام قادري الفنان وليد عابد الفنان ماجد عزام والفنان طه ياسين الفنان يوسف مطر أبو كارم الفنان لياس أسيس الفنان فيوليت سلامي أكيد بنوجههم كمان تحية الله يخليك وطبعا هناك العديد من الزملاء الفنانين اللي هني كمان بالحلقة القريبة متعاونين ومتضامنين عم نحاول بهالمرحلة انه نثبت اقدام الاتحاد في الوسط الفني من خلال الاعلان عنه والنشر والدعوة للفنانين للانتساب وللانضمام والاطلاع على
خطة الاتحاد وأفكاره وأهدافه من جهة، شو فيها مصلحة للفنانين لأنه زي ما بنحكي عم بيتعاونوا ويتكاتفوا إيد بإيد لأنه هم أسرة، عبارة عن أسرة، وهذا اللي بنحاول نوصله ونحاول نوصل هاي الرسالة من خلال الإعلام والمواقع الشبكات التواصل الاجتماعي. على سيرة السوشيال ميديا والإعلام، هل بتحس إنه الإعلام الفلسطيني منصف بحق الفنانين الفلسطينيين؟ يعني ما بنكر الفضل طبعا، لابد انه لا شك انه له فضل، خاصه انه يعني هو عمليا اللي بوصلنا للعالم العربي، هو حلقه الاتصال والتواصل مع عالمنا العربي. اكيد يعني هي عرض، خلينا نحكي للاعمال. طب صحيح. انا يعني حرجع لموضوع النقابه لانه ضروري هون افهم ايش تصوركم انتم كاعضاء هيئه اتحاد عام. نعم. وين حيكون دور النقابه، دورها للفنان وللاعمال الفنيه؟ طبعا بخطوط عريضة، الاتحاد أو مستقبل النقابي هدفها تجميع الاتحاد الفنانين موسيقيين عازفين، ويعني في توسع أكثر في كل حد بيشتغل بمجال الفن، كل العاملين في المهن الفنية من جهة، من جهة ثانية الحفاظ على حقوقهم مقابل المؤسسات الحكومية أو شركات الإنتاج أو 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 غيره طبعا كما هو معروف، دعم الفنانين منهن الشباب أو منهن القادر أو غير قادر، فتح أبواب تواصل مع العالم العربي وكل خارج. يعني دور النقابة حيكون فقط لصالح الفنان، مش أكيد. لصالح خلينا نحكي المجتمع كله ككل. يعني أنا مثلا فرد وبدي أحجز أي مطرب، على فرض إيش حيكون دور النقابة هون بإنصاف المجتمع للفنان؟ يعني حيكون موقفها حيادي ولا حتكون هنا فقط هنا؟ ما هو بصير يعني ما احنا النقابة او الاتحاد ما هو شركة انتاج او صحيح. شركة كيف بسموه السمسار للفنانين. لما انا فنان او غيري يعني من الفنانين عنده عمل فني غير الأعراس، الأعراس هاي موضوع خاص مش مفروض يكون الاتحاد هو له علاقة فيها في تنظيم صحيح. في تنظيم أعماله للحفلات الأعراس أكيد. لما بنحكي على مهرجانات أو لما بنحكي على أعمال وعروض وأعمال خاصة وكل ما هنالك مسرحيات وأنا ممكن يكون في دور طبعا للاتحاد في إشراك أكبر عدد كتاب ملحنين موزعين موسيقيين عازفين وكل ما هنالك تمثيل هنا ممكن الاتحاد يكون يساعد بأنه يعلن عن هذا العمل، يوجه أنظار مؤسسات معينة لما في دعوات من المهرجانات العالمية أو العربية حلو. تطلب تدعينا لمهرجانات، تعرف النقابة أو الاتحاد لوين يوجه هذا هون؟ يعني يكون في خلينا نحكي عدل بالتوزيع، أنه مش خليل هو اللي يلف العالم بفنه وفي من تحت إطار نقابة هون أكيد. لا لأنه واضح أنه من الاسم، وهذا الرسالة زي ما قلت لك نحاول نوصلها أنه هذا الاتحاد اللي هو بعده وليد ورضيع حاليا أوكي إحنا 10 أشخاص 12 شخص من الفنانين اللي عم نفعله وبنحاول نثبت إجري، بس ما حدا يفهم أبدا إنه هذا الاتحاد هو ملك خاص لخليل أو لسمير أو فارس أو لعصام قادري أو فلان أو علان. لا يعني إحنا عم نتعب، عم نبذل جهد، عم نشتغل بلاش بدون أي مقابل، بنضحي بندفع من جيابنا بالنهاية عشانكم أنتوا اللي هم الفنانين التانيين. 100% إحنا أنتجنا بس بالأشهر الأخيرة من السنة الماضية عمل كبير وعرض كبير، عرضناه في عدة مدن وقرى في خاصة في منطقة الشمال، لأنه يعني ظروف هيك حاليا ما عندنا الإمكانية للانتشار في عدة محلات. يعني على نشاط الاتحاد هون فقط حمل خلينا نحكي مهرجان واحد ولا كان فيه له عدة فعاليات أنشطة؟ كان الفعالية الأولى هي هذا العرض بشهر 11 نوفمبر السنة الماضية من 3-4 أشهر قمنا في عمل اسمه أنغام الشرق اللي غنينا فيه احنا سبع مطربين كل مطرب قدم لون من الألوان الغنائية طبعا هذا ما بكفي بغطيش كل الألوان، لكن كل واحد قدم لون من الألوان اللي لاقى نجاح وإقبال كبير بالتالي
زي ما حكينا انه ما لحقنا بعد نوصل لوضع الانتشار في كل فلسطين وكل المنطقه. على طول من بعد بدايه السنه الجديده احنا بدانا في تحضير لعرض ثاني وبرنامج ثاني اشركنا فيه قسم من الفنانين الكبار حتى سنا او قيمه اللي بده في المرحله الاولى، ودعينا اربع او خمس مطربين فنانين شباب وصبايا من الاسماء الكبيره. يمكن بديش اذكر اسماء عشان تضلها مفاجاه، من الاسماء الكبيره بجيل الشباب في عمل مشترك، عرض كبير راح يكون اسمه شم النسيم. عم طبعا احنا عم نحاول نتواصل الايام الجايه قريبا قريبا في يعني اخر مارس اخر هذا الشهر بدايه شهر أربعة راح يكون جوله عروض، ومنها اللي صار في دعوات لشهر خمسة لشهر ستة والى اخر السنه. اقتصر دور الاتحاد فقط على الفن على الموسيقى وعلى الغناء، او خلينا نحكي يعني توسع ولا ما بيقدر؟ ما حدا بيقدر يخطو عشر خطوات مره واحده. نحن يعني الخطوه الاولى الخطوة الأولى يعني إحنا زي ما بقولوا منمون على بعض. جمعنا فتحنا الباب هذا في مرحلة متقدمة لما نصير نقدر نحصل على ميزانيات قانونا حسب القانون. بدأ الجمعية هاي تشتغل سنتين، من بعد هيك بتصير تقدر تحصل على ميزانيات فبتصير نقدر نوسع. بيكون كذلك الأمر زاد عدد المنتسبين والمنضمين للاتحاد هذا، بيتوسع تتوسع الحلقه، بيصير في ادباء وشعراء وملحنين وكل ما هنالك. مفتوح الباب طبعا، ما راح نحط حد. ما حيكون في معايير للانضمام؟ لا شك راح يكون في معايير، بس يعني انا ما بقدر كموسيقي احط معايير للرسم التجريدي او لا الفنون مثلا. بده يكون في ناس مختصة بكل مجال اكيد. هذا هو هذا اللي راح نوصله، هي خطتنا المستقبلية طبعا للمراحل الجاي اول باول ان شاء الله. يعني ونوعد الجميع انه يعني كل فنان ياخذ حقه من هذا الاتحاد طالما هو منتسب او يعني متواجد في اطار الاتحاد. اي منتسب خلينا نحكي للاتحاد او للنقابه بالمستقبل، مستقبلا القريب ان شاء الله. يعني بنقدر نحكي بانه كل فنان فلسطيني حابب ينضم لاتحاد بيكون عنده امل انه رابط امل بهذا الاتحاد انه ينصف حقه. طبعا طبعا ان شاء الله يقدرنا ونوصل لهي المرحله اللي عن جد ننصف الفنانين ياخذوا حقوقهم، بمعنى انه مش بس المادي يعني حقوقهم كمان المادي، حقوقهم في الظهور المعنوية والمعنوية خلينا نحكي بالضبط. يعني طبعا طبعا يعني ممكن يوصل لوضع انه هذا الاتحاد يدعم فنان في تسجيل البوم، تصوير كليب، شراء انتاجات، تسويق انتاجات، او يعني بواب كبيرة وسيعة والحدود هي السبب. لكن اول باول خطوة خطوة لانه بدناش نتعثر بالطريق. حلو. نبدا يعني انت وضعت خطوات ثابته، خطه النقابه بناء على اطلاع على النقابات بالمحيط الفلسطيني بالمحيط طبعًا. العربي خلينا نحكي يعني تصور فلسطيني بحت. نحن من من 20 او 21 سنه من سنه 96 97 بادرنا طبعا في لقاءات مع العديد من رؤساء نقابات في الدول العربيه، منها بخص بالذكر نقابه فنانين في مصر. من هناك حصلنا على دستور النقابة وجبنا معنا أعطيناه لناس مختصة اللي أخذت منه ما يخصنا وما يعني خلينا نحكي يسهل تطبيقه بجو بلادنا بطبيعة بلادنا بالتنسيق أو بالتناسب مع قوانين بلادنا. فمن هنا يعني أخذنا اللي بناسب وبنفس الوقت يكون مفيد للفن والفنانين. طيب أستاذنا بدنا نسمع شوي عيوني تؤمر أمر تفضل على رأسك.
الناس بهالسنة إيش حتقدم لهم جديد؟ نعم، أولاً على صعيد
الاتحاد الفنانين نحن حطينا خطة عمل لهي السنة اللي فيها راح يكون برضو يعني مش معني هلأ أفصح عن كل الأشياء أكيد، لكن من خلالها راح يكون فيها أعمال تشارك فيها الأجيال الشابة بالإضافة كمان لفنانيننا الكبار القادرين الموجودين، منها أعمال مسرحية ومنها في البلاد، وقد يكون هناك أعمال في الخارج. حلو. في خطة أيضا لإنتاج عمل ضخم جدا اللي راح يكون تلفزيوني أيضا يعني في حوالي أواخر السنة أشهر الأخيرة من هاي السنة. حلو. هذا على صعيد النقابة وعلى الصعيد الشخصي بالضبط نحكي. طبعا على صعيد شخصي نحن على بواب بداية موسم الأعراس صحيح، اللي من خلال يعني في هاي الفترة بصير عندنا شوي صعوبة في السفر والغياب عن البلاد. راح يبدأ موسم الأعراس، عندي طبعا عروض مع فرقة موال كمان اللي منقدم عروض، عرض اسمه موال اللي من خلاله التصق اسم العرض اللي هو موال للفرقة، فصار اسم الفرقة فرقة موال. وهذا العمل انعمل بسنة 87 مع بداية أو في بداية الانتفاضة أو 88 بعد الانتفاضة وبداية الانتفاضة، وما زال يعرض ويطلب لليوم. كذلك الأمر عندنا عروض لأوبريت البيت يعني القدس اللي هي كلمات الشاعر الراحل المرحوم سميح القاسم، أوبريت البيت طبعا عمل غنائي راقص إنتاجه كلف مبالغ طائلة، عمل ناجح جدا، عرض في أغلب الدول العربية وأغلب المهرجانات كمان. يعني بنقدر نحكي بأنه سنة 2019 رح تكون حافلة بالإنجازات إن شاء الله كمان. إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنتمنى ذلك، وعلى أمل يكون عندنا كمان إمكانيات إنتاجات جديدة أخرى يعني حاضرة جاهزة بس إن شاء الله. إحنا أستاذنا نثني على رسالتك ونستنى بجديد النقابة وبجديدك الشخصي إن شاء الله. يعني كمان نتمنى بأنه هاي الأمنيات كلها تتحقق مع بداية أو حتى نهاية سنة 2019 وتكمل معنا دائما. يا رب يا رب علينا وعليكم خير إن شاء يعني الله. شكرا جدا على وجودك معنا اليوم، أنت شرفت مدينة نابلس وجامعة النجاح وتحديدا أيضا فضائية النجاح، كنا جدا سعيدين بهاي السهرة الفلسطينية. حبايبي شكرا لكم جل. بختام حلقتنا مشاهدينا اسمحوا لنا أن نشكركم ونشكر ضيفنا خليل أبو نيكولا، كمان نشكر الفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ المايسترو محمود رشدان، إبراهيم سلوادي على البيانو، أحمد أبو رزق على الأورج، وعازف القانون صديقنا وحبيبنا أدهم خمايسة، وكل القائمين على هالبرنامج وطاقم العمل ومخرجنا. ونترككم أكيد مع ضيفنا خليل أبو نيكولا بأغنية الختام.
دنيا 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 مبطوها ولا حتى بخيالك انت ما بينك وبين الحب دنيا 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 مقبولها ولا حتى بخيالك أما نفس الحب عندي حاجة تانية تانية حاجة أملا من خيالي ومن جمالك انت فين والحب فين ظلمه ليه دايما معاك لو حبيت يومين كان هوا خلاك مالك فين والحب ظلمه ليه دايما معاك لو حبيت يومين كان هوا خلاك ملاك ليه بتتجنى كده عالحب ليه بتتجنى كده عالحب ليه بتتجنى كده عالحب ليه تعرف قبل ما على الحب ايه حب ايه حب ايه ايه حب ايه ايه اللي انت جاي قول عليه